بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذ أولى بكالوريا في جميع الشعب العلمية والثانية بكالوريا أحرار الشعب العلمية، في هذا الفيديو غادي نحاول نكمل لكم الشرح ديال الأسئلة الغير المباشرة في مادة التاريخ. كنت حطيت فيديو شرحت فيه الأسئلة الغير المباشرة اللي يمكن تصادفوها في الامتحان الجهوي حول تاريخ المغرب والمشرق العربي، وفي هذا الفيديو غادي نهضر على الاسئله الغير المباشره اللي يمكن تصادفها حول تاريخ اوروبا والعالم. نبداو مع التساؤل الاول. السؤال رقم واحد اللي لقيته في احد الامتحانات الجهويه السابقه في احدى الجهات بالمغرب، سؤال كيقول العلاقة بين التحولات الاقتصادية والتنافس الإمبريالي بين الدول الأوروبية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إذا هذا السؤال ما كاينش في الدرس، ولكن كنستنتجوه شنو هو العلاقة ما بين التحولات الاقتصادية والتنافس الإمبريالي. إذا غادي نهضروا على التحولات الاقتصادية في مختلف المجالات، في المجال الفلاحي وفي المجال الصناعي، ترتب عنها تحقيق فائض في الإنتاج وحاجة الدول الأوروبية إلى المواد الأولية من أجل الزيادة في الإنتاج والزيادة في التصنيع، وبالتالي هذه الحاجة غادي تخلي الدول، وأيضا التحولات الاقتصادية ساهمت في ازدهار نظام الرأسمالي، وهذا الشيء كامل غادي يخلي الدول الأوروبية ينوضوا يبحثوا على أسواق خارجية من أجل تصريف فائض الإنتاج وجلب المواد الأولية. وفي إطار بحثهم على الأسواق الخارجية وقع تنافس ما بين الدول الأوروبية. إذا هذا هو الجواب، خصنا نربطوا العلاقة ما بين الدرس الأول والدرس الثاني. سؤال آخر كيجي بزاف ديال الصيغات، هو دور الأنظمة الديكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، أو لا دور سياسة هتلر التوسعية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، أو لدور سياسة التوسعية للأنظمة الدكتاتورية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، أو لدور مخلفات الحرب العالمية الأولى وأزمة 1922 في إشعال الفتيل الحرب العالمية الثانية. إذا هذا السؤال كيجي بزاف ديال الصيغات وبزاف ديال المرات، يعني تقريبا كيتعاود كثيرا كثيرا، أكثر عرفتي شحال من مرة لقيته بزاف ديال المرات. هو سؤال غير مباشر حيت ما كاينش في الدرس، وبزاف ديال المرات ما التلميذ او المترشح ما كيتوفقش انه يجاوب عليه، رغم انه بسيط خص الواحد غير يركز شويه. اذا ملي كيقول لنا دور الانظمه الديكتاتوريه في اندلاع الحرب العالميه الثانيه، ف بحال تيهضروا لنا على الاسباب الغير المباشره والمباشره للحرب، ولكن بطريقه غير مباشره تيسولونا سؤال فيه شويه ديال الذكاء وفيه شويه ديال التركيز. كان هضروا في هذا السؤال اش غادي نجاوبوا دور الانظمه الديكتاتوريه، غادي نشوفوا شنو دارت الانظمه الديكتاتوريه. اولا الانظمه الديكتاتوريه هي النظام النازي والنظام الفاشي والنظام الديكتاتوري في اليابان. هاد الانظمه الديكتاتوريه اشنو داروا؟ من بين الاجراءات اللي داروها هو انهم انسحبوا من عصبه الامم، اذا غادي دير الانسحاب ديالهم من عصبه الامم. الحاجه الثانيه هو انهم ناضوا كيتوسعوا كدعم المشترك فيما بينهم والتوسع، ناهي سياسة التوسع بحيث غادي نهضر على كل وحدة وفين توسعت. الألمان توسعت في أوروبا الشرقية باش تحقق المجال الحيوي، ضمت النمسا والصار والتشيك ومجموعة من الأقاليم، وغادي تقوم بالغزو ديال بولونيا هو اللي غادي يعطي الحرب العالمية الثانية. غادي نهضر على الطليان توسعت في إثيوبيا أو للحبشة، وغادي نهضر على اليابان توسعت في الصين. ثم أيضا غادي نشوف بأن هاد الأنظمة الديكتاتورية ولاو كيتحالفوا ويتعاونوا فيما بينهم، ونخاطف حلف واحد هو حلف دول المحور، وكيقدموا أيضا دعم الأنظمة ديكتاتورية أخرى بحال نظام فرانكو في إسبانيا اللي كاين كيلقى الدعم منهم. ثم يمكن نلقاو دور سياسة هتلر، السؤال الثاني دور سياسة هتلر التوسعية في اندلاع الحرب العالمية الثانية. هنا غادي نهضرو غير على شنو دار هتلر، ما نهضروش على شنو دارت الطليان وشنو دارت اليابان، نهضرو على هتلر شنو دار. إذا دور سياسة هتلر، هتلر أولا اش غادي يدير؟ غادي نهضرو على السياسة التوسعية ديالو. هتلر فجأة غادي يتخلص من الشروط ديال معاهدة فيرساي، وغادي ينهج سياسة التوسع، وفي إطار التوسع ديالو غادي نهضرو فين توسع، ضم إقليم الصار، ضم إقليم السوديت، ضم تشيك، ضم
الوحده مع النمسا الانشلوس وقام بالغزو ديال بولونيا. قبل ما نصلوا الغزو ديال بولونيا ايضا في اطار التوسعات ديالو غادي يقلب على حلفاء اللي يدعموه انه تحالف مع النظام الفاشي في الطليان والنظام الديكتاتوري في اليابان، وغادي ينسحب من عصبات الامم وغادي يقوم بالغزو ديال بولونيا فاتح شوتنبير باش تشعل الحرب. اذا غادي نتبعوا هتلر ونشوفوا شنو دار بحال ديك الاسباب المباشره والغير المباشره ديال الحرب. اي حاجه مرتبطه بهتلر غادي نهضروا عليها في هذه الدوره السياسيه هتلر التوسعيه. ثم في سؤال اخر، صادف دور مخلفات الحرب العالميه الاولى وازمه 1929 في اشعال فتيل الحرب العالميه الثانيه. يعني غادي نهضروا على شنو دارت الحرب العالميه الاولى وشنو دارت الازمه الاقتصاديه، وفهادو غادي نوصلوا للانظمه الديكتاتوريه. من الحرب العالميه الاولى والازمه غادي ندخلوا في الانظمه الديكتاتوريه، وفاش ندخلوا في الانظمه الديكتاتوريه داكشي اللي غادي نقوله هو اللي هضرت عليكم قبيلات عليه. اذا الحرب العالميه الاولى شنو ترتب عليها؟ توقيع معاهدات، غادي نهضروا على ان الحرب ساهمت في توقيع مجموعه من المعاهدات مع على الدول المنهزمه، وغادي نهضروا على من اهم هذه المعاهدات معاهده فيرساي اللي كانت في 1919 على المانيا، واللي تضمنت شروط قاسيه على المانيا، واللي رغم ان المانيا ما عجبتهاش هذه الشروط وكذا، ولكن هي رافضه هذه الشروط، ولكن فرضت عليها بالاجبار او قصرا صح عليها. ثم اذا غادي تستنى الفرصه باش تتعرض، ثم غادي تجي الازمه الاقتصاديه هي اللي غادي توصل هتلر. الازمه الاقتصاديه ساهمت في تدهور الاوضاع في المانيا ووصول نظام النازي للحكم. حيث نصل النظام النازي ان معاهده فيرساي غادي يحاول يتخلص منها النظام النازي لانه مع يعني تفرضت شروط قاسيه على الالمان، ثم غادي يبدا يتوسع، ينهج سياسه التوسع ويتقارب مع الطليان ومع اليابان، و غادي يقوم ب يعني ينهج سياسه المجال الحيوي، وغادي يقوم بالغزو ديال بولونيا فاتح شوتنبير وتعطيل الحرب العالميه الثانيه. اذا غادي غير دور مخلفات الحرب العالميه الاولى والازمه الاقتصاديه كلهم كيجرونا لهتلر. عاوتاني حيت نوصلوا لهتلر نقولوا اش دار هاد التوسعات، هاد التوسعات حتى نسالي. ندوز لسؤال اخر، السؤال الاخر هو كيعطيونا النتائج السياسيه، لقيت النتائج السياسيه للحرب العالميه الاولى وموقف المانيا منها. فهذا السؤال من النتائج السياسيه باينه، هذا سؤال مباشر يعني حافظ ولا فهمت كتاب تغيير الخريطه السياسيه، تاسيس عصبه الامم، فرض معاهدات على الدول المنهزمه، يعني باينه. ولكن السؤال اللي يمكن يجيكم وما تعرفوش هو موقف المانيا من هذه النتائج. بطبيعه الحال الموقف ديال المانيا هو الرفض، رفضت المانيا، غادي تكتب لهم الرفض ديال المانيا لشروط معاهده فيرساي ولهذه النتائج ديال الحرب، وخاصة الشروط ديال معاهدة فيرساي. وهذا الرفض غادي يبان من بعد وصول هتلر، حيث انه غادي يتخلص من الشروط ديال معاهدة فيرساي، وغادي يضرب هذه الشروط عرض الحائط، وغادي ينسحب من عصبة الامم، وغادي يخرق هذا السلام. اذا هذا هو الموقف ديال هتلر. اذا باختصار اشنو دار هتلر، ولا اشنو دار الموقف ديال المانيا، هي اشنو دارت المانيا. طبيعة الحال المانيا في الاول غادي تسكت واخا كانت رافضه لان مجبره ومفروض عليها هذا الاخر، ولكن غير هتلر غادي يوصل للحكم وغادي يبدا يقوي في المانيا. اول حاجه غادي يدير هو يتخلص من الشروط ديال معاهده فيرساي، وينسحب من عصبه الامم بانه ما كيعترفش بالمبادئ ديال هذه العصبه الدوليه. اذا هذه هي اهم الاسئله اللي كاينه في تاريخ اوروبا وتاريخ العالم، واللي كنصادفوها بشكل غير مباشر، واهم الحالات اللي كثيره هو هذه الاسئله اللي بالحمر، هما اللي ركزوا عليها بزاف لانها كتعاود بزاف 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 ديال المرات باش ما تصيدوش في الامتحانات، تكونوا مراجعين وضابطين اموركم وفتالي تضيعوا النقاط. اذا حاولت نوصل لكم هذا الاخر، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا هذا الشيء، وحيدنا اللبس، وبالتوفيق والنجاح للجميع، وكنتظروا منكم معدلات متميزه ان شاء الله.